السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الأربعاء السويلة بمراكش واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية، هذه الخيرات والروان الجالية المغربية والناس مالين موتون الكبرى بالمملكة المغربية، وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. هيا لا ترجعنا بنات ولاد تيكلبونا مع 900 لحم. شحال لحم؟ 900 زيدك راه غادي يشريو عندك، نعطيو 11. واخا هذيك الدروبه اللي خليتك مع ديتيها؟ ديتها شحال ديتيها؟ 2.40 مليون. 33 ديالي داش ديت؟ علاش 33؟ زدتي عليا 33 انا، كنت ديت انا تقام عليا بالف قلات باش وديتي انت هذا اللحم داش بحال هذا اللحم تقام عليك بالف. هذا راه فيه شحمه، قلب الدروبه فين اللحم هذا بالف؟ شحال كاين؟ هذا راه فيه 3000 ريال. لا شحال داير؟ انت قزار؟ لا انت القزار. ها نذبحو ونعبرو انا قزار. انا قزار. هذا شحال بغيتها؟ هذيك بشحال كنت ديتها ب 10000 تاع الدرهم. هذيك مشات. هذيك مشات. وانا راه تنشري مشرية وتنقول للناس مشرية. راجل زين هذاك المحيا، راجل زين كما تنشوفوا. هاد الخيرات مليون و 36000 جملة. وزيدوني مليون و 36 جملة، 11800. مالهم غاليات هادو؟ شحال فيهم؟ هادو راه كانوا يسوهم 70 64 65. زيدوني قول لازم معقول، رانا دخلت عليها لي شهر. شحال باش؟ وهاد العمر ما كاينش. لا وقول قول قول. حولي راه خلا. باش عرفت. حولي موتافلا. حولي موتافلا. حولي موتافلا. حولي موتافلا. ما تقولش كلام غلط، ما تقوليش. السلعة موجودة، السلعة موجودة. حولي موجودة. كلشي موجود. كلشي موجود الحمد لله. حولي كاينة باس. شوف الرجال بحال جاي معاك قزار في عام هذا قزار الله يرضي عليه والله الا راجل جيد. ها الراجل، ها الراجل جيعان، ها هو واحد لا جيعان صافي باغي يدير الغلا لراسو. السلعة موجودة الحمد لله، الخيرات موجودة هنايا في المملكة المغربية كما تشوفوا معنا، تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون ومرجان كبار أو صغار. هادو كلهم أحبابنا تيقول لك 11800 تاع الدرهم راه فابور. هاد الضروبات ب 11800 شحال فيها من كيلو؟ يلا شحال فيها؟ هادي 300 كيلو. 190 هي جيفة. 300 كيلو هذه. هذه 300 كيلو. لا ماشي 300 كيلو، اصبر نوريك الميزان تاعهم كاملين. هذيك فيها 10، هذيك فيها 10، هذه فيها 30، هذو فيهم 470 هاد الجوجات. وهادشي اللي علمني الله والله اللي تيعلم بالجميع. شحال اللي عطيتيه؟ شحال قال لك؟ ما بقى ما يقول. الله يربحه. راه فيها 180 سير. اليوم 16 في شهر جوج 2022 الخيرات تاع الدروبه الكساريه هنا في الاربعاء السويله بمراكش. تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتون ومرجان في المكان. شحال؟ 190. صابو عندك هي شحال؟ 112. 100 بلا 12. 112 عطينا الزيتوني هاي صورت لك عليا في الفيسبوك بعدا باش نشوفها. الزيتوني انا. هو هذا الزيتوني. هو صورك اليوم. تشاهد قناة. مرحبا. هاد الناس غير كيتسابوا. اهلا وسهلا. كي دايرة؟ كتقول الحب الرخاء طلع القضية شوية. شحال دير اخويا؟ شحال دير؟ قول 60 درهم وقول قرب شوية القضية. اي لا بزاف. تبارك الله المعلم هذا الراجل راجل مخير وراجل زين. شوية قليلة السلعة. قليلة السلعة في العشاء. الله يسهل عليكم. الخيرات تاع الضروبه اليوم قليله، واخا كاين الخير موجود، واني تيقولوا الحريفيه قليله اليوم لا الضروبه ولا العشل في الاربعاء السويله بمراكش. الخيرات راه موجوده ماشي ما موجوداش، كاين شويه الثمن. كاين الثمن. شحال راه 900 هاد الماركه؟ اي 900. شحال بغيت؟ راه علينا بالف. راه علينا بالف. انا سالي نبيع درك. كلشي زين كما تشوفوا الضروبه راه الخيرات موجوده، واني ماشي كي اللي جابت لي دازت الضروبه اكثر من هذا القياس هنا في الاربعاء السويله.
نحيي كل مشاهد قناه زيتون مرجان، راه جميع المبارك تاع الدروبه الجزائريه كاينه، الخيرات موجوده في الاربع السويله بمراكش، ونحيي الحباب تاعنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، الناس اللي تكتب لنا التعاليق او الكومنتيرات، عيالات رجال بنات اولاد، تحياتي لهم كبيره، ما ليهاش الحد، كل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، والناس اللي في الادارات الكبرى في المملكه المغربيه من يشاهد قناه زيتون مرجان، تحياتي لي قويه، ما ليهاش الحد، كل الاحباب تو شحال هاد الدروبه شحال الثمن باش خدتيها باش؟ حتى 184 184 هو سيدي الدروبه سيدي. وشحال فيها هادي خدتي 184؟ 180 فيها شحال؟ 180 كيلو على حسابك؟ على حسابي. راه تيبيع وشريف الدروبه الجزائريه هذا الرجل كما تشوفوا معنا. شحال؟ 46 اللي بغيتي فيها؟ اه عطاوك فيها شي حاجه؟ مازال ما عطاونا. مازال ما عطاو هاد السيد هنا في الاربع السويله بمراكش، الدروبه راه موجوده وين راه السوق قليله فيه السلعه على السوق الدور اللي داز. السلعة راه موجودة ماشي ما موجوداش، واللي ماشي كي الضو اللي داز، راه كاينة الضروبة جميع المعارك كاينة هنا في الأربع السويلة مراكش، ونحيي واي مشاهد قناة زيت المرجان كبير أو صغير، الحباب تاعنا أهلا بكم جميعا. كي دايرت؟ شحال؟ اللي بغيتي فيهم؟ اللي بغيتي فيهم؟ أبا سيف رحيم جوج ملايين اللي بغا في هاد الجوجات هنايا في الاربع السويله مراكش، كيما الخيرات راه موجوده ماشي قليله. شحال؟ 140 باش بعتيهم؟ لا بعتهم 50 قال واحد. 50 قال واحد؟ الضروبات الجزائريه كي تشوفوا هاد الخيرات في الاربع السويله مراكش، هاد الراجل نيت تيبيع ويشري في الضروبه الجزائريه. شحال اخويا حفيد؟ عندي هادي هادي اخوا كاينه هي وهاد البيضه ب 540 بعناهم لواحد 548 عطاتي لنا في الربح. هاد الراجل تيبيع ويشري في الضروبه الجزائريه. تبارك الله الضروبه جيده جيده تبارك الله بلجيكيه ومليحه. ودي بقات عندي هذه بقات عنده غير وحده. هذا الراجل راجل معروف هنا في الاربع السويله بمراكش. الله يسهل زيد عندي سير سير راح بالتضروبه الجزائريه كي تشوفوا معنا في الاربع السويله. هذيك 30 باش خالصه قلب العجله راه مليحه. تبارك الله شحال هذي؟ 56 مليون و56 تبارك الله. هذه 60 باش بعناها. تبارك الله. تيشري الماركة هنايا في الأربع السويلة مراكش وخاص بالضروبة الجزائرية. هذه سيدي 32 32 وشحال فيهم هادو تقريبا في هاد؟ يديروا 480 ديال الحسن 480 490 ديال الحسن. بشحال هما قلتي لي؟ بحال طايحين هما بشي 517000. فيهم 480 هي 11100 ما لحقاش. راه 11100 ما لحقاش. ما لحقاش هاد اللحم هذا. ايه منقي منقي راسو ماشي بحال هاد البقر في المثل البلدي بحال هذا. ويلي المعلم عرفتيش قلتي لي؟ قلتي لي 11100 ما لحقاش. ما لحقاش كما تشوفوا راه تيبيع ويشري في الضروبه الجزائريه. ان شاء الله الله يسهل لك الله يسهل لك. كما تشوفوا هذا الراجل قال لنا 11100 قلاش هنا في الاربع السويله مراكش. كي داير بخير؟ الله يحفظك الله يبارك فيك. كي تشوفوا الخيرات راه موجوده في الاربع السويله بمراكش. هذا تاهكا معاهم. شحال؟ اي 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 يا سلام. كما تشوفوا رحمه الضروبه الجزائريه هنايا في الاربع السويله بمراكش. نحييوا اي مشاهد قناه الزيت المرجان خيرات راه موجود. اهلا سي عبد الطيب ولدك عبد الله ياك؟ عبد الله عبد الله تبارك الله. سي عبد الطيب وعبد الله شحال هاد الرقمه سي عبد الطيب؟ عطينا مليون و60. انت هذا تبقى عندكم مليون؟ وهذا جا معاكم ولا؟ لا لا جا وحده وحيد خليته يجيبوك عاد.
نحيي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان قلت لي اخويا عبد الطيف مليون اتوق فيا شي ربح اخويا عبد الطيف كما تشوفوا هذا الراجل راه واكلين مع الطعام في المحل تاعو وراجل صديق لنا في السراغنا راجل طيب وراجل زين الله يسهل لك اخويا عبد الطيف دابا نجي ان شاء الله هاد السيمانه لا والسيمانه الاخرى نجي ان شاء الله الله يرحم والديكم والناس عزاز والناس شاركين معهم الطعام.